كان صلاح قد خرج مصابا كما يعرف الجميع من تابع هذا النهائي، خرج مصابا في الشوط الأول من هذه المباراة. وكان زياد منصور مراسل بين سبورتس قد التقى قبل قليل السيد يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، الذي أكد له بأن إصابة محمد صلاح تبدو ربما خطيرة بعد أن غادر ملعب المباراة. عموما بين سبورتس تابعت ردود الأفعال على هذه المباراة من مصر، من العاصمة القاهرة، مع أحمد نوير الذي وافانا عفوا من بورسعيد بأهم وأبرز ردود الأفعال بعد خسارة ليفربول وبعد تعرض محمد صلاح للإصابة. نتابع صلاح. طبعا لو كان موجود كمل الماتش معانا، كان طبعا انت لو شايف شكل الناس دلوقتي اشكال وشها بعد ما صلاح اتصاب. طبعا الناس كلها عماله بتدعي على راموس، طبعا برضه هو اكيد مش قصده، بس يعني يا رب يكون في روح اخلاق رياضيه اكتر من كده هون، ونتمنى ان هو يقوم ويشرفنا في كاس العالم ان شاء الله. ديت كانت صدمه ومقصوده على فكره، باينه جدا ان هي مقصوده، مقصوده ان هم يكسروه عشان يطلع. والله العظيم حزنتنا كلنا، والله احنا قاعدين بنتفرج على الماتش و ما فيش نفس خالص، الواحد متضايق جدا، بس بتمنى من ربنا ان احنا في الليفر يفوز عشان تبقى اول بطوله لمحمد صلاح مع الليفر، يبقى دوري الابطال اوروبا. جايين كلنا جايين نشجع ليفربول النهارده عشان صلاح، فطبعا منظر يحزن، خصوصا ان هو عيط، يعني منظر يحزن جدا جدا اي حد. احنا جايين من اول ماتش مستنيين وجايين من بدري كلنا، هتلاقي كل يعني كل مصر كلها، يعني انا شفت في الجماهير بتاعت ليفربول في حد لابس تيشيرت منتخب مصر، كذا حد، فانت فما بالك بقى احنا هنبقى عاملين ازاي. حاجه تحزن، بس اهم حاجه يكون بخير ان شاء الله، دي اهم نقطه. شكرا، اتمنى السلامه والشفاء العاجل وسماع الاخبار السعيده باذن الله عن محمد صلاح بعد تعرضه لهذه الاصابه في هذا النهائي هنا في العاصمه الاوكرانيه كييف، الذي ادى الى خروجه مصابا من المباراه النهائيه. ابدا مع كابتن محمد ابو تريكه، كيف نلخص ما حدث في هذه المباراه؟ يعني ان ليفربول وصول المباراه النهائيه انجاز، هناك فريق افضل منك واحسن منك وامكانياته افضل منك معتاد على المباريات النهائيه، وبالتالي الوصول للمباراه النهائيه دي خطوه كبيره لكلوب. اي نعم السيناريو كان سيناريو نوعا ما محبط، الاصابات اصابه صلاح اثرت على الفريق تماما زي ما قلت في بدايه الاستوديو، ان صلاح بيمثل 70-80% من قوه ليفربول، انما امكانيات ريال مدريد ودكه الاحتياطي ريال مدريد عملت الفرق. النهارده جاريث بيل لعب 30 دقيقه غير مجريات المباراه، بعد نزول محمد بدقيقه ونص على طول الهدف، هدف ممتاز لجاريث بيل، انما الاخطاء الكارثيه واحده من نقاط التحول في المباراه. طبعا اخطاء كارثيه الكاريس اللي عمل بطوله كويسه، انما هي امكانياته امكانيات متوسطه. التوقيت بتاع رجوع ليفربول توقيت ممتاز جدا من ساديو ماني، افضل مباراته في هذا الموسم، قدم مباراه كبيره ساديو ماني اللي كان في الثلث الاخير في كل ارجاء الملعب. التوقيت كان مهم، انما المهاره الكبيره والتغيير اللي عمله زيدان بجاريث بيل مهاره كبيره، هدف من اجمل اهداف البطوله. صعوبته انا ممكن اشوف ان هدف رونالدو في اليوفي اصعب من ده، انما ده هدف ممتاز للخبرات الكبيره والاخطاء الكارثيه بالنسبه لكاريوس، الهدف الثالث اللي قضى تماما على ليفربول، اللي يستحق دايما ريال مدريد ان هو يحافظ على بطولته المفضله. قبل بدايه القرعه كله يعمل بقى، كل الفرق تعمل قرعه ويستنوا ريال مدريد في النهائي، باعتقادي خبره كبيره وبطوله مفضله اصبح رقم ثابت طبعاً، وانقاذ لموسم ريال مدريد بالنسبه لزيدان. طيب محمد تحدث عن هدف رونالدو، دعونا نشاهد هدف رونالدو في مرمى يوفنتوس في مرمى بوفون، وهدف ايضا جاريث بيل. محمد يشوف ان هدف رونالدو كان اصعب. طبعا يعني هي فيها نوع من المقارنه، لكن شوف رونالدو كان في وضع مستعد، كان عنده مساحه لاخذ القرار، عنده نظره رؤيه ممتازه جدا بالنسبه للتسديد، لكن في المقابل جاريث بيل اخذ قراره سريع جدا، وكانت كره واطيه او في الهدفين زيدان حق راسها، شوف الكره واطيه يعني كارتفاع اكيد كره رونالدو اكثر ارتفاع، واحيانا قليله الارتفاع تكون اصعب. طبعا يعني فيها في اختلاف في التكنيك، يعني حتى في التكنيك في اختلاف، الصعوبه وارده جدا، لكن انك تسجل بهذه الطريقه هي الاصعب وهي الافضل بانك ترسم فيها نهايه هذه البطوله، بطوله كبيره بالنسبه لريال مدريد، بطوله رائعه جدا بالنسبه لي، ختام موسم لم يكن مثالي بالنسبه لريال مدريد، لم يكن مثالي ايضا للفريق. شوف ايضا تمركز جاريث بيل، يعني في ما في رقابه عليه،
كرة في ليس بعالية اللي نتكلم عنها بالمتناول، أخذ قرار سريع جدا في 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 منطقة من الصعب جدا أن يعني لاعب ثاني ممكن يأخذ قراره في اللعبة الهوائية، فكان فيها نوع من الشجاعة بالنسبة لجارث بيل. لاعب ثاني ما لعب من زمان، قال لاعب ثاني ما هو بفورمة المباريات، من الصعب يأخذ هذا القرار داخل منطقة الجزاء وفي مباراة نهائية، لكن هو لاعب عنده إمكانيات وعنده أيضا قدرات يريد أن يظهرها للجميع. جارث بيل لم يجد مركزه كلاعب أساسي في هذا الموسم، وعانى هذا الشيء بصورة كبيرة جدا، ولذلك مسألة تجديد أو مسألة وجوده، مسألة رحيله قد تكون محط يعني نقاش كبير بالنسبة للمرحلة القادمة، بحكم أن ما حصل بالنسبة للفريق وخصوصا لجارث بيل أنه ليس باللاعب الأساسي، ونشاهد أنه دائما عادة الاحتياط يفضل عليه إسكو في بعض المباريات، يفضل على إسكو، كان يريد تغيير طريقة إلى 4-4-2 دائما في وجود إسكو كلاعب في وسط الملعب لاحتفاظ بالكرة وأيضا الاستحواذ، لكن في وجود هذا اللاعب يعطي الفريق إمكانيات ويعطي أيضا الفريق قوة بالنسبة للتسديد، للسرعة، للتحولات الموجودة، السرعات الموجودة في المباراة، لذلك هدف رائع، هدف في عمل كبير جدا بالنسبة لجارث بيل، خصوصا أنه هو لاعب بعيد عن المباريات، يعني فورمة المباريات اللي ياخذ مرات غير موجودة بالنسبة لهذا اللاعب. في بعض الأحيان محمد حارس مرمى يعمل لك كل شيء، وحارس مرمى ممكن ينهي المباراة في هذه يعني كيريوس اعتقد انه انهى فريقه، يعني انهى فريقه، وللأمانة يعني كيريوس يمكن الاربع خمس مباريات الماضيه او تقريبا نتكلم عن الدوري كان يعني كحارس اساسي وابقى من يلي على ذكة الاحتياط، لكن هني تاتي جوده الحراس، جوده حارس او من حارس عادي ومن حارس سوبر، هذه من اساسيات يعني حراس المرمى على الاقل تقدير، يعني التايمينج مش مستحيل، يعني حارس في تشامبيونز ليج، في نهائي تشامبيونز ليج في ليفربول يعني يتصدى لهذه الكره بهذه الطريقه، ولكن طبعا عمل كبير جدا بالنسبه لجارث بيل. يمكن في الموسم الماضي، في موسم ما قبل الماضي، كانت هناك الكثير من الاسئله، هل جاء وقت التغيير، هل جاء وقت التجديد في ريال مدريد؟ شاهدنا مع نهايه الموسم الماضي الفريق تقريبا لم يجلب اي لاعب، بل بالعكس ترك بعض اللاعبين يرحلون، اتذكر اخرهم خميس، مع ذلك بدأ بتشكيلة النهائي السابق وأيضا حقق لقب الشامبيونز ليج مرة أخرى. صحيح، هو الفريق السنة هذه ما عندوش إمكانية يفوز بالدوري، فريق موش متاع دوري، فريق متاع مباريات، متاع 10-12-13 مباراة، موش متاع 38 مباراة، لأن عديد اللاعبين غادوا الفريق. ثم لا ننسى أنه مقامش بانتدابات، ولا ناقوة ريال مدريد أنه من الصعب أنك تحافظ على بطولة في ثلاثة مناسبات وانت ما غيرتش الفريق. صحيح. التشكيلة هي وخسر موراتا يعني وخميس ولم يأتي بلاعبين، لا قوة للمدرب كيف أبقى الفريق للفوز بالبطولة هذه؟ بطولة ما هي سهلة، تشامبيونز ليج أصعب بطولة، ورغم هذا بالفريق هو تقريبا التشكيل اللي عبيها في الثلاث سنوات الأخيرة فاز به، وهذا توضح لنا أولا قيمة المدرب، لأن لا ننسى أن الريال دائما الشوط الثاني يقدم مباراة كبيرة، يعني بدنيا حاضر، شاهدنا ليفربول في الشوط الثاني لقى صعوبات كبيرة لمجاراة الريال، شاهدنا اليوفي الموسم الماضي في الشوط الثاني انهار، ولانات وضحنا قيمة الريال وحنكة لاعبين الريال وخبرة لاعبين الريال انهم يلعبوا على مدار 90 دقيقة، يعني ممكن في الشوط الاول ما يقدموش مباراة كبيرة لكن ممكن يرجعوا بقوة في الشوط الثاني، وهذا بشاهدها في عديد المناسبات. ثم الريال السنة هذه اخرج تقريبا الاربع فرق من بطولات مختلفة، البايرن الدوري الالماني، اليوفي في الدوري الايطالي، واليوم ليفربول في الدوري الانجليزي، و باريس في الدوري الفرنسي، توضح لنا قيمة الفريق هذا، عنده 5-6 لاعبين القوة نتاع الريال، عنده 5-6 لاعبين مميزين من الناحية الفنية، ممكن كل مباراة لاعب يغير مجرى، اليوم بيل، كريستيانو رونالدو في عديد المناسبات، بنزيما، إيسكو، عنده راموس في الكرات الثابتة، ولهذا عنده حليل عديد من الحلول فريق الريال. ثم فريق الريال لا يخطى في الأدوار النهائية، لا يخطى، ثماش حارس يخطى، ما ثماش مدافع يخطى، ويعتقد أنا قيمة الفريق، لماذا الريال ما يخطأش؟ لماذا الفرق الأخرى تخطأ والريال لا يخطأ؟ 8 بطولات، يعني كما قال محمد أن زيدان في 8 بطولات
لعب ثمانية أدوار نهائية فاز بثمانية بطولات. موضوع الاسم والقميص والشخصية والتاريخ يؤثر في كرة القدم. يؤثر، لكن اليوم شاهدنا الشوط الأول 25 دقيقة الأولى سيطرة لي فريق ليفربول، لكن ما اثرش على لاعبين الريال. طبعا اذا ما تسجل خبره، اذا ما تسجل اي طبعا خبره لاعبين الريال. بالعكس تحدث عن الشوط الثاني ان الريال يتحسن. ليفربول 12 من 16 هدف جاءت في الشوط الثاني في مرمى الثاني. واحنا قلنا ليفربول يبدا بقوه وينهي المباراه، لانه كما قلنا ما عندوش ما زال ما عندوش خبره، لاعبين اول مره يشارك في الدور النهائي. يعني كابتن طارق، يمكن تكلمنا على ليفربول، لما تشوف ليفربول قبل المباراه تكلمنا عن دكه الاحتياط، ما عندوش دكة، كل يعني شفنا الأسماء كلها باسكز أسينسيو يلعبوا في أي نادي في أوروبا. لا لا لا، أنا يمكن إصابة لمدة طويلة ورجع بتدريج. إمري كان من شهر ثلاثة وهو مصاب غير موجود. كلاين قادم من إصابة. كلافان ليس باللاعب، يعني لاعب قلب دفاع، لكن أتكلم عن الحلول الموجودة في الناحية الهجومية. لذلك هو يلعب ب 11 لاعب 12 لاعب. إصابة تشامبرلين أثرت صورة كبيرة طبعا بالنسبة للفريق، لكن يعني لما تشوف 20 دقيقة 25 دقيقة الأولى كان صلاح موجود، الفريق وصل المرمى وهدد وكان قريب إنه يسجل. لكن هذه صفة المباريات الكبيرة، إن لم تسجل وأنت لديك القوة، الفريق ما لهم بديل. نعم لا يوجد خطة بديلة في حالة عدم وجود صلاح مثلا. صعب، يعني شفنا صلاح طلع، يمكن ماني صار عليه الحمل الأكبر، لكن اختفى فيرمينو، اختفى الفريق من ناحية الهجومية، اختفت القوة التي يعتمد عليها الهجمات المرتدة. لما نتكلم عن الهجمات المرتدة نرجع لمباراته مع السيتي، كيف تعامل مع السيتي وكيف سبب الخسارة الأولى بالنسبة على مستوى الدوري وأيضا على مستوى الشامبيونز ليج. لذلك فريق ليفربول بحاجة إلى إعادة هيكلة كبيرة جدا بالنسبة لي للعناصر الموجودة. لا شك أن ليفربول المشجع الليفربولي قد يكون في هذه اللحظة مستاء من الخسارة وطريقتها، وليس من الخسارة وارد جدا، لكن الطريقة التي خسر فيها هي المؤلمة، هي التي يعني يبحث عن كيف أن يعالجها من خلال الصيف وخلال أيضا انتقالات الصيفية. وفما حاجة هامة جدا، لما تلعب ضد ريال مدريد لازم تفكر في الشوط الثاني، لازم تفكر في الشوط الثاني، لازم تفكر 90 دقيقة، لازم تفكر في 120 دقيقة، لأن ليفربول مشكلته هو 30 دقيقة الأولى. حتى مع صلاح الفريق يلعب 30-40 دقيقة ثم في الشوط الثاني يتراجع بدنيا، يتراجع. أولا ننسى أن فيرمينو وماني ولعب صلاح تقريب لعبوا أكثر من 50 مباراة السنة هذه، وهذه مشكلة كبيرة لأنه ما ريحهمش في الدوري، عكس زيدان رايح بنزيما، رايح كريستيانو رونالدو، رايح مودريتش، رايح حضر وهيئ الأجواء للأدوار النهائية وخصوصا للشامبيونز ليج. عكس كلوب، لو ما عندوش حلول فيرمينو صلاح واللاعب ماني، طبيعي شاهدنا في الشوط الثاني لاعب فيرمينو ما شاهدناش موجود، واضح انه بدنيا الفريق ما عندوش امكانيات باش يكمل المباراه. ولهذه لهنا مشكله الريال، لا الريال يلعب لك شوط ممكن متوسط في الشوط الثاني يتحسن المستوى نتاعه. نعم. لان اللاعبين متعودين بالريتم هذا، متعودين بالمستوى هذا، ولهذا اللاعبين عندهم خبره، ما يتاثروش حتى ما يقدموش مردود طيب، ما يتأثروش، لكن شيئا فشيئا تشوف الريال يتحسن الأداء متاعه. وهذا اللي شاهدناه في الشوط الثاني، سيطرة كلية على المباراة، كان عنده إمكانية إيسكو بيسجل هدف، وكان ممكن لعب بيني مرة لكريزارو كان ممكن يسجل. لهذا أعتقد أن هذه قوة الريال، فريق يعرف يفوز في الأدوار النهائية وما يخطأش، ما يخطأش لنا قوة الفريق، لأنه رغم أنه الدفاع احنا قلنا سيء السنة خلوا كثير من الأداء، لكن اليوم ليفربول ما خلق إلا فرصة واحدة في الشوط الثاني اللي سددها اللاعب، ما خلقش فرص. صحيح. تزيد ماني في اللقاء. تعالى كابتن.